فاهم؟ فهمت طريقة الأسئلة بتيجي إزاي؟ طيب تعالوا بقى نكمل. طيب احنا كده فهمنا شكل الاستاك، عايزين نعرف بقى هي الجافا ازاي بتعمل الاستاك ده. اه ده شكله جميل جدا ودخل فيه الالمنت ومنطلعها، عايزين نكتب كود بقى يعمل الحاجات دي. قالك ايه بقى؟ قالك الجافا مسهلة عليك الموضوع ده جدا، لانها فعلا راحت عملت الكود ده. يعني جافا عملت خلاص كلاس اسمه ايه؟ اسمه ستاك. الكلاس ده موجود فين؟ موجود جوه الباكج اللي اسمها ايه؟ جافا دوت يوتيل. يعني ببساطة كده لو انت حبيتي تستخدمي الستاك ده في الكود بتاعك، هتروحي في اول الكود وتعملي ايه؟ تعملي امبورت لجافا دوت يوتيل دوت ستاك. تمام؟ تمام. طيب وبعدين بعد ما اروح اعمل له امبورت، انا عايزه انشئ ستاك. ازاي انشئه؟ مش الستاك ده كلاس؟ كانك بتنشئي اوبجكت بالظبط. هتقولي ايه؟ هتقولي ستاك اللي هو اسم الكلاس بتاعي، وبعدين هتسميه اسم، انت حره بقى تسميه الاسم اللي انت عايزاه، هو هنا مسميه اس. بعد كده هتقولي نيو ستاك، بس كده. اه بس كده. طيب هو انا كده هخزن جواه ايه؟ قالك لو انت ما حددتيش ايه هو الداتا تايب بتاعه، يبقى انت هتخزني جواه اوبجكت. اوبجكت يعني ايه؟ اي حاجه هتخزنيها هو هيعتبرها ان هي الداتا تايب بتاعها اوبجكت. اما لو انت حابه تحددي جينيركس تايب، اخدنا طبعا ايه المحاضره بتاعت الجينيركس وعارفين يعني ايه جينيركس، فانت هتكتبي ايه الانجولار براكت بتاعتك وتكتبي الداتا تايب بتاعك. وما تنسيش الداتا تايب ده عباره عن ايه؟ نون بريمتيف داتا تايب، يبقى هتكتبي يا اما انتجر يا اما دبل يا اما سترينج. تمام؟ غير كده لا، ما تكتبيليش بقى ايه انت وفلوت وتشار، ما ينفعش. تمام كده؟ طيب بيقول commonly use the method for stack are، يعني الميثود اللي احنا بنستخدمها عشان في الستاك بتاعنا ايه هي؟ ميثود اسمها بوش، وميثود اسمها بوب، وميثود اسمها بيك. بوش بتعمل ايه؟ بتدخل لنا الاليمنت جوه الستاك، والبوب بتعمل ايه؟ بتطلع لنا الاليمنت من الستاك، والبيك بيعمل ايه؟ بيرجع لي الفاليو بتاعت اخر اليمنت موجود في الستاك. يعني لو الستاك بتاعي فيه كده A B C، تمام؟ البيك هتعمل ايه؟ هترجع لك سي، لكن مش هتحذفها. لكن البوب هتعمل لك ايه؟ هترجع لك سي وهتحذفها خالص من الستاك. تمام؟ سيرش بيسيرش بيدور على الالمنت جوه الستاك. سايز بيرجع لك عدد الالمنت اللي في الستاك، في حالتنا هنا السايز كام؟ 3. از امتي بترجع لك يا اما ترو يا اما فولس. ترو امتى؟ ترو لو الستاك بتاعي فاضي ما فيهوش ولا اليمنت، وفولس لو هو مش فاضي او فيه اليمنت. تمام؟ طيب آه هنا طبعا ايه شرحها لك يعني الامتي دي بترجع ايه. طيب تعالوا بقى ناخد مثال، وهو ده بقى المثال ده مش عايزه اقول لكم، انتوا هتذاكروه عملي ونظري. تمام؟ يعني ده نفسه هتلاقوه في اللاب. طيب بيقول هنا ايه؟ انا عندي هنا كلاس اسمه ماي ستاك، جواه من ميثود، وببدا اكتب الكود بتاعي. ما عنديش بقى كلاس تانية ولا اي حاجه، هو ده كده الكود بتاعي جوه ايه؟ جوه المين كلاس. تمام؟ طيب عمل ايه هنا؟ قال لي انا رحت عملت ستاك وسميته اس، والستاك ده هيخزن ايه؟ هيخزن بيانات نوعها انتجر. بعد كده قال انا عايز اطبع لليوزر بوش 5 elements. تمام؟ يعني كده ايه؟ يبقى إيه ده الاوتبوت بتاعنا. تمام؟ هيطبع الرساله لليوزر بوش 5 elements، وبعد كده هيروح يبوش 10. طيب تعالوا احنا ايه بنقرا الكود نرسم ستاك فعلا ونشوف كده الاليمنت اللي جواه هتبقى عامله ازاي. اول ما يقول لي بوش 10 ايه اللي هيحصل؟ هروح ابوش ال 10، يعني ايه؟ ادخل 10. طيب بوش 20 هدخل 20، بوش 30 هدخل 30، بوش 40 هدخل 40، بوش 50 هدخل كام؟ هدخل 50. تمام؟ طيب وبعدين قال لي روح اطبع لي الجملة دي stack now بيساوي، وبعدين اطبع لي الستاك. فهنطبع ايه؟ stack now بيساوي، وهنطبع الستاك. ازاي الستاك بينطبع؟ ما تنسوش بينطبع ما بين اقواس زيه زي الاري ليست بالظبط، وبين كل element والتاني فيه فاصلة. وازاي بيطبعهم لي؟ من الأول خالص اللي هو الإليمنت اللي في الأول لحد الإليمنت اللي في الآخر. يعني هيطبع لي كام؟ 10 20 30 40 50. طيب بيقول system out print line pop operation، يعني يطبع لي كلمة pop operation، وبعدين روح ينادي على الميثود اللي اسمها pop. طيب بوب دي بتعمل ايه؟ بترجع لك الخمسين، تطبعها لك يعني، وتمسحها من مين؟ من الستاك. يبقى هنمسحها كده من الستاك بتاعنا خلاص، ما عادتش موجودة. وهيطبع لنا ايه؟ هيطبع لنا العبارة دي اللي هي بوب اوبريشن، وبعدين جنبها ايه؟ جنبها الخمسين اللي هو حذفها.
بعد كده اطبع لي ستاك بيساوي اهي، ستاك بيساوي، وبعدين اطبع لي الستاك. انا هطبعه لك بعد ما حذفت يعني الاليمنت. تمام، يبقى هيطبع لي ايه بقى المرة دي؟ 10 20 30 40. تمام. طيب اطبع لي elements on stack top، اطبع لي الاليمنت اللي موجود في اعلى الستاك. عشان اطبعه بعمل ايه؟ بنادي على الميثود اللي اسمها ايه، اللي اسمها بيك. بنادي عليها ازاي؟ بكتب الاوبجكت بتاعي دوت بيك. طيب دي هتعمل ايه؟ هتطبع لي قيمة الاليمنت الموجود في الاعلى فقط. طب مين الاليمنت الموجود في الاعلى؟ اهو هو ده الاليمنت الموجود في الاعلى، الـ40. يبقى هي تطبع لي ايه؟ 40. يبقى يطبع لك elements of top بيساوي كام؟ بيساوي 40، اللي هي السطر ده. طيب بعد كده، بعد ما عمل البيك قال لك روح اطبعي لي ستاك ناو كذا، مش هيحصل له حاجة، هيطبع لي نفس الاليمنت 10 20 30 40. تمام. بعد كده بيقول ايه؟ انت ايه ال بيساوي 30، عنصر او يعني متغير قيمته كام؟ قيمته 30. بعد كده قال لي ايه؟ قال لي برنت اطبع لي الكلام ده element found at، وبعدين negative for not found. يعني بيقول لك العنصر موجود في المكان كذا، ولو طلع لك negative value يبقى معناها ان هو مش موجود. طيب s dot search element 30، هل ال 30 موجودة عندنا؟ اه موجودة عندنا، فين؟ اهي. طيب فين الاندكس بتاعها؟ تعالوا نعد، ده الاندكس رقم 0، وده 1، وده كام؟ 2. ده 1، ده كام؟ 2. يبقى هيطبع لي هنا ايه؟ هيطبع لي هنا 2. تمام، يبقى هيطبع لك الجملة دي ويطبع لك 2، وده كده الاوتبوت بتاعك في البرنامج. اتدربوا عليه كويس جدا البرنامج ده. تمام. طيب تعالوا نعرف بقى ايه هي الابليكيشن اللي يعني بيستخدموا فيها الستاك. الابليكيشن اللي بيستخدموا فيها الستاك زي مثلا ايه؟ احنا لسه عاملينها مع بعض دلوقتي، الان احنا بنعمل ايه؟ بنعمل تراجع، صح؟ اللي هي الاندو. فهنا بيقول لي ايه؟ اندو سيكونس ان اتكست اديتور. يعني ايه الامر بتاع اندو؟ لما تيجي تكتبي في الوورد، التكست اديتور ده اللي هو ايه؟ محرر النصوص، يقصد بيه الوورد او اي برنامج تاني، اي برنامج بتعملي اندو او كنترول زد هو ده. تمام. طيب بيقول كمان البري فيزيتد هيستوري ان اور براوزر، لما تيجي تفتحي المستعرض بتاعك وتقولي افتح لي الهيستوري، هيعمل ايه؟ هتلاقيه طلع لك قائمه كده بايه؟ بكل المواقع اللي انتوا زرتيها. مثلا اه احنا النهارده مثلا ايه؟ الجمعه مثلا. تمام. اه يبقى يوم الخميس كان، لا لا مش يوم الخميس مثلا هو اللي تحت، وهنا كل المواقع اللي انا زرتها ايه؟ يوم الجمعه. تمام. فبيرتبها لك ايه؟ من الاقدم للاحدث، هو ده اللي انا اقصده. طيب operations on long integers، العمليات اللي احنا هنعملها على الارقام الصحيحة الطويلة، مش هتستوعبوا ازاي هنعملها، بس ان شاء الله السنة الجاية هتعرفوا. بس ايه، اعرفي دلوقتي ان انت ايه، لو حبيتي تعملي عمليات حسابية الاستاك بيعملها لك بسهولة جدا. طيب chain of method call in java virtual machine، وده بقى ايه؟ ده حاجة مهمة قوي، واتكلمنا عنها اصلا في الجافا فيرتشوال ماشين، ما تنسوهاش بقى. لما خدنا جافا فيرتشوال ماشين قلنا ايه؟ قلنا لما في method تنادي على بعضها عشان ننظم عملية الاستدعاء، فاحنا بنخزن الكولز دي جوه ايه؟ جوه ستاك. تمام. واخدناها برضو امتى؟ اخدناها في الاكسبشن ايرور، قلنا لما نيجي ننادي على ننادي على الميثود، كل ميثود بتنادي على التانية بتتخزن في حاجة اسمها ايه؟ الستاك ريكورد او الفانكشن ريكورد. الفانكشن ريكورد دي بتكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن ستاك. تمام. المعلومة دي هتاخديها يعني كل كورس هتسمعي نفس الكلام، ان الستاك هو دايما اللي احنا بنستخدمه في الاستدعاء بتاع الميثود، ما تنسوش بقى المعلومة دي. طيب evaluating post fix expression، ودي برضو هناخدها الكورس الجاي ان شاء الله. ازاي يعني ايه post fix expression؟ عبارة عن تعبير رياضي العمليات. شايفين، عارفين كلمة post؟ post يعني ايه؟ يعني بعد. ال operations بتاعتي بتتكتب بعد ايه؟ بعد الارقام. يعني مثلا عايز اجمع 5 و6، فيقول لي ايه؟ 5 6 زائد، ده اسمه ايه؟ اسمه البوست اكسبريشن. تمام. مين اللي بيحسب البوست اكسبريشن؟ الستاك. طيب بيقول some indirect applications، بعض الابليكيشنز اللي بتستخدم الستاك بس بطريقه ايه؟ غير مباشره. طبعا اللي في الاول دي كانت عباره عن دايركت ابليكيشنز. تمام. طيب ايه هي بقى الاندايركت ابليكيشن؟ قال لي الاوكسيلري داتا ستراكشر فور سام الجوريزم، يعني انا بستخدمه ايه؟ كداتا ستراكشر بتساعد بعض الالجوريزمز بتاعتي انها تتعمل. و component of other data structure، ممكن يكون مكون، يعني احد المكونات اللي بتساعد، يعني في data structure
كبير، وهو ايه، وهو من ضمن الداتا ستراكشر ده. تمام كده. طيب كده خلصنا ايه الستاك، نسجل بقى الفيو فيديو تاني.